أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من كلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. في هذه الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام مضامين ثلاثة في ثلاثة مقاطع هي غاية في الأهمية. المقطع الأول يقول فيه: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، أي أنه من سعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى في أعماله وفي أقواله حتى ولو كان ذلك في سخط الناس أو بعض الناس من هذه الأفعال أو من هذه الأقوال، فإن الله سبحانه وتعالى سيتولى هذا الإنسان برحمته وسيزيل عنه دواعي الأذى من الآخرين. هذه دعوة من أمير المؤمنين عليه السلام من أجل أن نفهم هذا الأمر على حقيقته. أن تصلح ما بينك وبين الله حتى ولو كان ذلك على حساب ما بينك وبين الناس، حتى ولو كان إصلاح علاقتك بالله سوف يكون على حساب علاقتك مع الناس، وليس العكس، يعني لا أن تكون أنت تعمل على إصلاح علاقتك بالناس على حساب علاقتك بالله. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. كم من إنسان في الحقيقة ترك أوامر الله ونواهيه اتباعاً لأوامر ونواهي صاحبه أو صديقه. كم من الناس فعل هذا؟ كم من إنسان سار في غير هدى الله واتجه إلى هدى الناس الضالين المضلين، بينما الأمر من الأولى أن ينظر الإنسان إلى ما بينه وبين الله لا إلى ما بينه وبين الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي أنه كان يقول: إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولينظر كل منا إلى حاله إلى وضعه، هل يقدم علاقته بالله على علاقته بالناس؟ هل يهتم بعلاقته بالله حتى وإن أضرت هذه العلاقة، يعني العلاقة الجيدة بالله، حتى لو أثرت على علاقة الإنسان بالناس؟ أم أننا نتبع أهواء الناس وميول الناس وأوامر الناس من أجل أن نرضيهم وإن كان ذلك على حساب رضا الله؟ خل ينظر كل إنسان منا إلى نفسه في هذا المجال. كم منا تنطبق عليه مثلاً الآية الشريفة وقصة هذه الآية الشريفة التي في القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، صاحبا صديقا، ليتني لم أتخذه صديقا وصاحبا في الدنيا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.
قصة هذه الآية فيما يروى من أسباب النزول بأن كان هناك صاحبين صديقين في أيام الجاهلية قبل الإسلام، يسهران يتسامران في المراقص في الحانات في الخمارات، أحدهما اهتدى إلى الإسلام واتبع النبي صلى الله عليه وآله، وبطبيعة الحال ابتعد عن حالة يعني الخمارات والحانات والسهر والغناء، بالتالي تفرق عن صاحبه ذاك صديق عمره، إلا أنه بعد فترة من الزمان التقيا. ذاك الصاحب اللي بقي على حالة الكفر لم يقبل أن يتكلم معه، أنت الآن بطلت صديقي، أنت فضلت نبيك علي، أنت فضلت دينك على علاقتك بي، وين تلك الأيام الجميلة؟ كنا نسهر سوية، نخرج سوية، نتسامر سوية، نشرب الخمر سوية، الآن أنت فضلت الدين على علاقتك بي، فلا تكلمني بعد. فهذا الشخص تأثر لأن كان على علاقة مودة وعلاقة محبة وصداقة حميمة قوية بينه وبين ذاك، أثر عليه هذا الصاحب فارتد عن الإسلام. إذن هذا أول مرة نظر إلى ما بينه وبين الله، أم نظر إلى ما بينه وبين هذا الصاحب الصديق وهذا الإنسان؟ لا، آثر ذاك وقدم ذاك. لذلك الله يصف هذا الإنسان يوم القيامة، يأتي يوم يعض الظالم على يديه، كناية عن الندم، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الذي قدم رضا الناس على رضا الله، هذا الذي أصلح ما بينه وبين الناس على حساب علاقته أو على حساب ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يريد أن ينبهنا إليه أمير المؤمنين عليه السلام، يقول من أصلح ما بينه وبين الله أصلح له ما بينه وبين الناس. أنت إذا أردت أن تكتسب قلوب الناس، إذا أردت أن تكتسب مودة الناس، إذا أردت أن تكتسب العلاقة الطيبة مع الناس، تكسب قلوبهم، فعليك أن تعاملهم بما أمرك الله به، عليك أن تحسن إليهم بيدك وبلسانك. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. لما تعاملهم بهذا الشكل، إذا أنت أطعت الله في علاقاتك مع الناس، لأنك إذا أصلحت ما بينك وبين الله إذن أنت لابد أن تطيعه، فإذا أطعته من ضمن ذلك عليك أن تطيعه في علاقاتك مع الناس، أن تكون المحسن إليهم، أن تكون المهتم بأحوالهم، أن تكون مراعياً لحقوقهم في كل المجالات. ومن هنا فإذا أطعت الله وأصلحت ما بينك وبينه بحيث تفعل ما يريده منك، فإنك بذلك ستكون بشكل تلقائي قد أصلحت ما بينك وبين الناس، لأنك حينئذ لن تؤذي أحداً فلن يؤذيك أحد، وستراعي حقوق الناس جميعاً فلن يتعدى على حقوقك أحد في الغالب، وهكذا. إذن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني يقول ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، يعني من جعل اهتمامه بأمور الآخرة أولاً وجعل هذا الاهتمام بالآخرة مقدماً على الاهتمام بأمور الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله سوف يصلح له أمور الدنيا جميعاً. ومن تيسير كل الأمور، من تيسير الصعاب، من دفع المشكلات، من قضاء الحاجات، تدبير الأمور بلطفه ورحمته سبحانه وتعالى. ومع الأسف الكثير من الناس يعمل جاهداً بكل جهد ويستعمل كل الوقت وكل الطاقة من أجل أن يصلح أمر دنياه،
يعمل، يجمع فلوس، يريد يبني بيت، يشتري أفضل سيارات، يشتري أحدث التليفونات، يصير كثير من الأملاك إلى آخر ما هنالك، ولكنه يغفل عن إصلاح أمر آخرته. الإمام يريد أن يقول: إذا أصلحت أمر آخرتك، إذا عملت على إصلاح أمر آخرتك، فإن أمر دنياك مكفول من الله سبحانه وتعالى من خلال كل الأسباب التي هيأها الله سبحانه وتعالى لنا. أعطانا السمع، وأعطانا البصر، وأعطانا اللسان، وأعطانا الجوارح، وأعطانا العقل والقوة، وأعطانا الناس التي سخرها لبعضها البعض. كل ذلك، كل تلك الأسباب هيأها الله تبارك وتعالى لنا. فأمور الدنيا بسيطة، مؤونتها بسيطة، أن يعني تتهيأ الأمور، أمور الدنيا، وأن يعني تضمن وتكفل أمور الدنيا، أمر بسيط، وهذا مكفول حكما إذا أصلحت أمر آخرتك. من أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. ولكن العكس ليس مضمونا، يعني من أصلح أمر دنياه ليس من المضمون أن يصلح، أن يكون أمر آخرته أيضا مصلحا، بل على العكس من ذلك، ربما من التفت إلى أمور دنياه فقط في الغالب يغفل عن أمر آخرته، وبالتالي يضيع في الآخرة. ومن هنا الدنيا، شوفوا الفرق بين الدنيا والآخرة، الدنيا يعمل فيها والآخرة يعمل لها، الدنيا يعمل فيها والآخرة يعمل لها، يعني من أجلها. الله يقول عن الإنسان في يوم القيامة ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي، ما قال في حياتي، قدمت لحياتي، لأن تلك الحياة الآخرة، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إذن هناك الدنيا هنا يعمل فيها، بينما الآخرة يعمل لها، وهذا فرق كبير. شوف أنت مرة تعمل في شركة، وتارة تعمل للشركة، يعني من أجل الشركة. صاحب الشركة يعمل للشركة من أجلها، من أجل مصلحتها، أما الذي يعمل في الشركة يعمل من أجل الراتب. موظف في الشركة يعمل من أجل أن يحصل هذا الراتب في آخر الشهر، أما ذاك صاحب الشركة لا، يعمل للشركة من أجل أن تتطور وتستمر وتقوى تجارتها مثلاً، أو حضورها في بين الشركات وإلى آخره. أما ذاك اللي يعمل في الشركة ما يهم تقدمت الشركة أم لا، طالما أنه يضمن هذا الراتب في آخر الشهر، هذا اللي يريده. ليس إلا الآن الشركة ازدهرت، تطورت، لم تتطور، هذا راتبه إذا كان نفس الراتب ما لا يهم شيء، بينما صاحب الشركة يعمل للشركة. الدنيا يعمل فيها والآخرة يعمل لها، فمن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنيا. وهنا أيضا لابد من أن نلتفت أن حتى الأمور الدنيوية بإمكاننا أن نحولها أموراً أخروية. وابتغي فيما أتاك الله في هذه الدنيا، يعني وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. نعم صحيح، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لازم بيت تسكن به، لازم سيارة تقضي بها حاجاتك، لازم أموال تستعين بها على قضاء مشترياتك وحاجياتك وما إلى ذلك، هذا شيء طبيعي، لكن كل ذلك يمكن لنا أن نحوله للآخرة أيضاً، أن نقوم بكل فعل ونجيب الأموال بما يرضي الله، ونصرف الأموال بما يرضي الله، ما نشتغل لا بالتبذير ولا بالإسراف، راتبنا يكون من حلال، نصرف أموالنا في الحلال، كل هذا أيضا نراعي فيه ماذا؟ نراعي فيه الآخرة. إذن ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنيا. المقطع الثالث والأخير: ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
طيب ماذا يمكن أن يكون هذا الواعظ من النفس، من نفس هذا الإنسان؟ أولا لا بد أنه أن يكون العقل، العقل هو الواعظ، العقل هو الدال على الخير والدال على الشر، هو الدال على الحسن وعلى القبيح، هو الدال على الحق وعلى الباطل، هو الدال على ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. هذا العقل هو الدال المرشد، إذن الذي يقدم لي الوعظ والإرشاد لكي أسير في من ضمن المنظومة التي تؤمن لي مصلحتي في الدنيا وفي الآخرة. وثانياً أيضاً يمكن أن نقول بأن هذا الواعظ من النفس قد يكون أيضاً الضمير بالإضافة إلى العقل، فهو الناقد، الضمير هو الناقد، يقول أنت هذا فعلك غير مقبول، وهو المنبه على الأخطاء يقول هذا خطأ، وهو المحاسب، الإنسان يقول أن ابني ضميري، يعني يحاسبه على ذلك بحيث يجعل هذا الإنسان يبتعد عن هذا الفعل وعن هذا العمل. إذن العقل مع الضمير يشكل الواعظ من نفس الإنسان، من داخل هذا الإنسان يأتي هذا الواعظ. فإذا كان للإنسان هذا الواعظ من نفسه، حينئذ عليه أن يعمل على الاستماع لهذا الواعظ، عليه أن يستمع لإرشادات العقل، لأنه العقل السليم سوف يرشدك إلى ما هو حسن وإلى ما هو حق وإلى ما هو خير دائما. هذا هو العقل كعقل. وينبغي أن يستمع هذا الإنسان إلى صوت الضمير الذي ينبهك والذي يؤنبك والذي أيضا يحاسبك على ما تفعل من خطأ هنا أو خطأ هناك. فمن كان له هذا الواعظ من نفسه ويعمل على الاستماع إلى هذا الواعظ فقد جعل الله له حافظاً، أي يتولاه الله سبحانه وتعالى، يتولاه بهداه، يتولاه بعنايته ولطفه وفضله. وبذلك عندما يستمع إلى هذا الواعظ من نفسه ويتولاه الله سبحانه وتعالى، بذلك يتجنب الإنسان الوقوع في الكثير من المخاطر والكثير من الأخطاء، وبذلك يكون إذا ابتعد عن هذا يكون دائما في حفظ الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الموعظة البليغة من أمير المؤمنين التي تلخصت في هذه المقاطع الثلاثة، حيث قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعاً ويؤيدكم جميعاً، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.